قال رحمه الله: باب ميراث الجد والإخوة. هذا الباب أخواننا خلاف طويل بين العلماء، يرث لا يرث، كيف يرث، أمور تقسيمات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا التفصيل يعني فيه إشكال، تارة ثلث وتارة السدس وتارة ثلث الباقي وتارة مقاسم وتارة، فيقول هذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول. والأبجد، وهذا صريح القرآن، ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو جد، ومريح جدا للفرضيين، اجعل الجد أب يحجب كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ترتاح. هذا أول ما تبدأ في الدراسة، دراسة الفرائض، تمشي على هذا الطريقة حتى تضبط العلم. بعد هذا تعال وارجع للجد والإخوة، لا إشكال، حتى لا، لأن كثير من الطلاب يقف هنا ويترك الفرائض. لا، اجعل الجد أب يحجب كل الإخوة حتى تنتهي من الفرائض، ثم ارجع. لماذا ترجع؟ لأنه ممكن تأتيك مسألة يعني مقسمة من سنين على مذهب الجد والإخوة، على توريث الجد مع الإخوة، إيش تصنع؟ تقول لا أعرف. كيف ترد على المخالف؟ ممكن المخالف يقول لا، تقول أنا لا أعرف هذا، إذن ما تستطيع ترد عليه، لكن تقول عندكم إشكال في كذا وفي كذا وفي كذا، أنا أعرف هذه المسألة وأعرف القسمة، وهذا الدليل على أو التعليل على يعني رجحان هذا الكلام، مفهوم؟ نعم. لكن بعد الدراسة، الآن إحنا نمشي على أن الجد إيش؟ كلام. يحجب كل الإخوة أشقاء لأب أو لأم. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الجد والإخوة. أحوال جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة بالعدة. نعم. يقاسم هو على قسمين، مع أصحاب الفروض ودون أصحاب الفروض، مفهوم؟ نعم. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ، هذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد. نعم، دون أصحاب الفروض، إما المقاسمة أو ثلث المال. وننظر لمن إحنا، في جانب من؟ في جانب الجد طبعا. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذه. مع أصحاب الفروض إما يأخذ ثلث الباقي، هناك كان يأخذ ثلث المال، ثلث الباقي أو المقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. إذن كم حالة مع أصحاب الفروض؟ ثلاثة. ننظر لها للجد أحسن الثلاثة أشياء: سدس كل التركة، ثلث الباقي، المقاسمة. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. هذه المسألة تسمى بالمعادة، تسمى بالمعادة. المعادة يعد، يقول ستأتي المعادة. ها؟ هذه المعادة ستأتي. تأتي، ما هو مشكلة. فين تأتي؟ بعد هذا. طيب، المعادة يعد الإخوة على الجد، ولا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، مفهوم؟ لا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، ويعد على الجد. نعم. قال أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. نعم. إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. نعم نعم، يعد الأخ، صحيح. نعم. غير المعد. نعم، يعني هو كالأخ، هذا كالأخ، يعني يعد كالأخ، يحسب كأنه ذكر. نعم.